أكد الشيخ خالد بن علي بن جابر آل خليفة نائب مستشار الأمن الوطني أن الشراكات الاستراتيجية التي تربط مملكة البحرين بالولايات المتحدة الأمريكية على الصعد كافة تنبثق من العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين. كما أشار الشيخ خالد بن علي إلى أهمية الارتقاء بآفاق التنسيق والتعاون الثنائي نحو مستويات أكثر تكاملا بما يخدم الرؤى والتطلعات المشتركة. جاء ذلك لدى ترأس الشيخ خالد بن علي وفد مملكة البحرين المشارك في اجتماع مجموعة عمل الدفاع التابعة للاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين البلدين، فيما ترأس الوفد الأمريكي سعادة السيد دانييل شابيرو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط. وفي هذا الإطار أشار نائب مستشار الأمن الوطني إلى أهمية هذه الاتفاقية التاريخية التي يسعى البلدان الصديقان من خلالها للدفع بمستويات التعاون بينهما في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار. كما جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بالدفاع والأمن الثنائي الاستراتيجي، إلى جانب استعراض الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.